السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة بقى بنات الممبار من الألف إلى الياء، الممبار البلدي اللي بنعمله في عيد الأضحى هعمله معاكم من غير أي افتكاسات، ومحدش يا بنات يقولي إن الممبار بيستوي من غير نقطة مية، ومحدش يقولي الممبار بيتنظف في الكبة. أنا هعمله بطريقتي اللي اتعودت عليها واللي اتعلمتها من أمي واللي بقالي 30 سنة بعملها وناجحة معايا. مفيش الممبار يفتح مني ولا يفرقع ولا يتقطع ولا أي حاجة، وبخلطة ممبار رائعة جدا يا بنات. خدوا الطريقة بقى والخطوات، من وجهة نظري دي أفضل طريقة لعمل الممبار من الألف إلى الياء. احنا طبعا في الصيف فبحط فيه حتة تلجة كده عشان يفضل فريش كده وما يريحش مني. بسم الله، أول ما بجيبه بفضل كده أغسله كذا مرة، ولو في دهن زيادة بقطع من الدهن كده أخف الدهن شوية، وبسم الله بإيد معلقة كده أو شوكة أو معلقة خشبية باخد حتة من الطرف كده أدخلها لجوه وأدككه كده يا بنات. دككوه زي ما بندكك كده إيه البنطلون، زي ما تيجوا تركبوا البنطلون أستك كده مندككه ونقلبه على الوش التاني. وتاني حبايبي لو لقيتوا الدهن كتير أصقصوه بالمقص وقللوا منه. بسم الله الدهن لجوه، وأنا هعمل إيه بقى، هحشيه. خلطة المحشي هتبقى من ناحية الدهن. بعد ما قلبته قطعوه بقى بالمقاس اللي انتم حابينه، كبير صغير براحتكم. بسم الله. طيب هنضفه ازاي يا بنات؟ ولا هنضفه بسلكة ولا جلدة انبوبة ولا كل البدع ده كله، الكلام ده كله يا بنات انا هنضفه زي طريقة الناس بياعين الكرشة والممبار بيعملوه بالسكينة زي ما انتم شايفين كده. ودي طريقة أمي ودي طريقتي من 30 سنة اللي أنا بعملها، والممبار بيطلع زي الفل ومفهوش ريحة زفارة وبينضف على أكمل وجه. بسم الله بنضفه بالسكينة يا بنات زي ما أنتم شايفين كده، وفي دقايق بعمل الكمية اللي أنا حباها. وبصوا يا بنات زي القشطة فلة. بسم الله. بعد كده بغسله وبعمل له كده خلطة بسيطة جدا، عبارة عن معلقتين دقيق ذرة وعصرة ليمونة كبيرة ومعلقتين ملح يا بنات زي ما انتم شايفين كده. الكاميرا وقفت كده وانا بشتغل، لكن الخليط ده اللي هو الملح والليمون ودقيق الذرة هنزل عليهم كده بالممبار، حط فيهم الممبار وقلبهم، قلب الممبار فيهم، وهسيبهم نص ساعة يا بنات، نص ساعة بس في الجو الحر ده هسيبهم نص ساعة بس. بعد كده هشطفهم كذا مرة واغسلهم كذا مرة وهتشوفوا شكلهم اهم، طلعتهم في المصفى. بسم الله ما شاء الله فل يا بنات، يعني مفهومش ولا ريحة ولا اي حاجة خالص ولا زفارة. وبص بسم الله ما شاء الله. هنشوف بقى الخلطة، ده كيلو من الرز المصري المغسول ومصفي، وعليه كيلو من الطماطم اللي انا مسبكاها. طيب انا حط على الطماطم شوية حاجات هوريها لكم برضو وانا بشتغل. حطيت معلقتين صلصة، وده دبس فلافلة يا بنات، الفلفل الأحمر المدقوق، هرسة الشطة، وفنجان من الزيت حوالي 4 معالق زيت، ودي بصلة كبيرة عليها قرنين فلفل أخضر. طيب أنا سبتلكم بقى شوية البهارات هم على الشاشة، رشة من السبع بهارات وكمون وفلفل أسود وكزبرة ومعلقة من بهارات جراما سالة وبابريكا وملح. طيب الممبار بنكتر له خضرة يا بنات، انا حطيت حوالي 5 حزمات من الشبت والبقدونس. حابين تحطوا كزبرة خضرة اوكي، بس انا الولاد عندي ما بيحبوهاش. بسم الله. رجعت تاني حطيت معلقة واحدة من الزيت. شايفين الخلطة يا بنات ولونها الجميل؟ بسم الله ما شاء الله يا بنات تتاكل نية. بصوا حبايبي بقى بالنسبة لحشو الممبار كل واحد ليه طريقة بيرتاح فيها، دي طريقتي المفضلة اللي أنا بنجز فيها وخلصت الكيلو في دقايق وأنا واقفة. يعني أنا عملته كان جالي لضيوف، عملته الضيوف جايين لي في الطريق في ثواني يا بنات كده حشيته، ما خدش معايا أي مجهود خالص. فكل واحد بيحشي بالطريقة اللي هو إيه تناسبه. طيب أنا ما بدكوش يا بنات، يعني أنا لما باجي أحشي الممبار بحشيه كده عادي بالرز، بس ما بدكوش واملاه على الاخر، لان الرز يا بنات في الشوربة او في المية اللي انا بحطه فيها بيستوي والرز حجمه بيزيد فالممبار بيتقطع معانا، فما تدكوش الممبار. بصوا انا ببطبطه كده زي ما بتحشوا كده صدر الفرخ.
زي ما انتم شايفين كده، ما تملهوش رز علشان ما يفرقعش. بسم الله. بالنسبة للممبار يا بنات، احنا بنسلقه عادي زي ما امهاتنا علمتنا وزي ما بقالنا 30 سنة شغالين وبنعمله. بصوا اهو بالمنظر ده كده. خلصت الكمية وهبدأ بسم الله اسويها في حلة كده على النار. حطيت فيها شوية طماطم مفرومين وكرفس وبصلاية وفلفل اسمر وملح، وزي ما انتم شايفين كده ورق لوري، حبهان، حبشوها بقى. واول ما غليت نزلت بالممبار. ده قد ايه؟ ده حوالي كيلو وربع من الممبار. هيبدأ يغلي يا بنات كده من الجناب. ههدي عليه واغطي عليه، وبالظبط قعد معايا نص ساعة، ما زادش عن نص ساعة، وطلعته حمرته في شوية زيت، او حطوه لو عندكم شواية نارها شديدة حطوه تحت الشواية على وقلبوه على الجنبين. ده الممبار البوبس بقى. بشد الخيط وزي ما انتم شايفين بيطلع كور كده. طريقته سهلة جدا، وكان احلى ممبار. لو عملتوه يا بنات هتعتمدوا الطريقة على طول. كان طعم ورز مفلفل، ومفيش ولا واحدة فتحت مني، وعملت جنبه بقى حلويات المذبح. وبسم الله ما شاء الله كانت اكلة يا بنات بالهنا والعافية، احلى من اي مطعم او مصمت ما يعرفش يطلع النتيجة دي. خدوا يا حبايبي الطريقة والخطوات بطريقة امهاتنا وجداتنا، وسيبوكوا بقى من تنظيف المنبر في الكبة والكلام ده. وبسم الله ما شاء الله بقى يا حبايبي، ادعموني بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.